السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم كريموتاك. معكم كل عادة عبد الكريم من الجزائر، وفي الفيديو تاع اليوم ان شاء الله رايحين نشوفوا محبوب الجزائريين ونديروا له مراجعه. بطبيعه الحال معنا شاومي المي ا 3، هذا الهاتف اللي كثر عليه طلب بزاف في الاسواق الجزائريه، لانه هذا الهاتف ياتي بمواصفات رهيبه ولا مواصفات ما تخطرش في بالك نهائيا، ويجي بسعر معقول. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس اذا كنت جديد، ودير نجم للفيديو باش تحفزنا. بلا ما نطولوا عليكم خليونا نبداو على بركة الله. يحمل هاتف شاومي المي ا 3 تصميم من الزجاج بحواف منحنية من الجانبين تسهل التحكم في الهاتف بيد واحدة. عندنا شاشة تاع هذا الهاتف هي سوبر اموليد قياسها 6 بوصة بدقة اتش دي بلس او 720x1520 بكسل بكثافة حوالي 271 بكسل مقابل بوصة. وعندنا المعالج تاع هذا الهاتف هو سناب دراجون 665 من كوالكوم، هذا المعالج مليح وتقدر تشغل على هذا الهاتف بوب جي ومثل ذلك الالعاب. عندنا كاميرا الخلفية 48 ميجا بيكسل زائد 8 ميجا بيكسل الترا ويد، وعندنا كاميرا للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل. هذه بالنسبة للكاميرا الخلفية. نروحوا نشوفوا الكاميرا الأمامية تاع هذا الهاتف 32 ميجا بيكسل. صراحة الكاميرا الخلفية والأمامية ملاح خاوتي وأنا عجبوني. نظام التشغيل تاع هذا الهاتف عندنا أندرويد 9.0 باي. نروحوا نشوفوا سعة البطارية تاع هذا الهاتف، عندنا 4030 ملي أمبير ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 واط. تقدر تدوم لك هذه البطارية إلى حتى يومين إذا تستخدم الماسنجر والفيسبوك هذا مكان. اذا كنت تلعب فيه البوب جي غادي تدوم لك تقدر تقول يوم كامل وانت تلعب البوب جي. نروح نشوفوا المساحه التخزينيه، عندنا 64 او 128 جيجا بايت. ذاكره الوصول العشوائي عندنا الرام 4 او 6 جيجا بايت. بطاقه الذاكره الخارجيه يدعم حتى 256 جيجا بايت. منفذ السماعات يدعم. عندنا الالوان تاع هذا الهاتف الابيض والازرق والرمادي المتدرج. تصميم تاع هذا الهاتف خلفيه من الزجاج. نروح نشوفوا السعر تاع هذا الهاتف في الجزائر. يسوى هذا الهاتف 33000 دينار جزائري ولا 3,300,000. صراحة أنا ننصحكم بهذا الهاتف، هاتف يجيب مواصفات كما هذه مستحيل تلقاه. هذا هاتف أنا ننصحكم به ويجيب سعر 33000 دينار جزائري. واللي يحب يقتني هذا الهاتف يروح عند صفحة قريشي فون الباريكي، يلقى الرابط نتاعها أسفل الفيديو في الديسكريبشن. كان هذا هو فيديو اليوم، تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.